التغطية الصحية ديال كل المغاربة راه خصو بدا يعرف بعض المشاكل وبعض التحضرات، وبالتالي في المراحل الأولى لابد يكون واحد الحوار بين البرلمانيين وبين الحكومة وبين الوزير. خصنا نسميو الأمور بمسمياتها. أولا ملي نتكلموا على المشروع الملكي للإصلاح الاجتماعي أو للحماية الاجتماعية، هذا المشروع يعني ثلثي المجتمع المغربي، ما تنتحدثوش على واحد الجماعة قروية أو لا على واحد الجماعة في منطقة معينة. الحماية الاجتماعية قائمة الذات والإحساس، وباش ننجحوا كذلك الورش اللي دخلت به التغطية الصحية بصفة عامة لابد كذلك راهم كيفاش نفيد، لأن ما كنشوفش كيفاش يمكن نحافظوا على رفع المستوى ديال القطاع الصحة بدون مراجعة التعريف الواقعي. الحوار الاجتماعي لابد أننا نكونوا صراحة أنه ما عمر كانت بأساسة الحوار الاجتماعي، كان الحوار الاجتماعي مزاجي. الآن الحمد لله كاين دورتين في السنة ديال الحوار الاجتماعي، وكانت واحد المكتسبات جد مهمة واللي غير مسبوقة، ديال 1000 درهم لجميع الموظفين، وزيادة كذلك في التخفيض الضريبي. الضريبي عندنا في بلادنا هو 20%، في حين أن كل بلدان الجوار تفوق 23%، وهذه الأرقام أعود مرة أخرى. وهذا الضغط الضريبي باش نخفوه بدينا من دخول الصغرى والمتوسطة، دوا المنطقة ديال المقاربة، دوا البناء. الأمر عملناه في الضريبة على القيمة المضافة، أننا وحدنا الأسعار باش نتكلموا بالوضوح. هذاك الناس اللي كان كياخد التبعية وما تيسلمهاش للدولة، دابا حيدنا عليه العيب نتاع أنه ياخذها بلا ما ياخذها. الدولة تاخذها ديريكت، هي كتبغي غير، وكان هو خصو ياخذها ويعطيها للدولة، قلنا لهم لا ما تعطيهاش.